طبعا ما زالت مؤسسة حياة كريمة بتواصل تقديم مبادرة من أهم المبادرات، وهي توفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وده طبعا استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية. فعلا المؤسسة بتسعى من خلال المبادرة أنها بتخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل طبعا التحديات اللي بيواجهوها، وكمان مواجهة جشع بعض التجار. رصدنا تواجد وإقبال المواطنين كمان على منافذ المبادرة في منطقة المرج بالقاهرة، وكمان كان في إشادة كبيرة جدا من المواطنين. النهارده متواجدين بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياه كريمه لجميع المواطنين. النهارده مؤسسه حياه كريمه بتضخ باعداد مهوله جدا فعلى مستوى المحافظات، ومنها محافظه القاهره. احنا بادئين من اول امبارح في جميع الاحياء. النهارده احنا موجودين في حي المرج، بنوفر اهم السلع الاستراتيجيه وهي اللحوم. متاح لحوم بلدي سعر الكيلو 210، والنهارده برضو متاح لحمه لحوم مجمده سعر الكيلو 185. تنفيذا لتعليمات سياده الرئيس من خلال مؤسسه حياه كريمه، نزلنا عربيات بيع اللحوم بسعر مخفض، وهي مش في حي المرج بس، ده على كل المحافظات، يعني بتلف مصر كلها. بالنسبه للاسعار فهي اقل من 50% بالنسبه للمحلات والبيع وكده. النهارده كيلو 185، في اقبال الحمد لله على المنتج، اللي بيروح بيبعت غيره، فالحمد لله يعني بشكل كويس. بحي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان المبادره دي مبادره مهمه جدا جدا للتخفيف عن اعباء المواطنين عن كاهل الشعب المصري، وخصوصا ان هي هتنفع الجميع. معلش، لان دلوقتي احنا كل الشعب محتاج تدعيم، تمام؟ واحنا بنحيي السيادة الرئيس على هذه المبادرة، لأنها بتوفر حوالي 50% من السعر الحقيقي لسعر كيلو اللحمة. أولا السعر مناسب جدا، أنا واخد الكيلو ب 185، لحمة جميلة وكويسة، حاجة برضه مشرفة، أنا حاجة مضمونة اللي مكتوب عليها التيكيت بتاعها وتاريخ صلاحيتها وتاريخ إنتاجها، ومبادرة جميلة ونشكر سيادة الرئيس عليها. أكيد يا فندم، أكيد. سعر اللحمة البلدي بره ب 350 و450، يكون 185، يبقى دي حاجه دعم من الدوله للناس اللي ذو احتياجات الدخل البسيط. فبنشكر الحياه كريمه ونشكر الدوله على هذا الحاجه ان شاء الله. هو انا المنظر لفت نظري، فنزلت اشوف ايه، لقيت السعر كيلو اللحمه ب 185 جنيه، وده سعره كويس بالنسبه للاسعار اللي موجوده دلوقتي. لقيت الناس متلمعه على العربيه، وكون ان اللحمه تبقى متوفره ب 185 ده حاجه كويسه جدا في حد ذاتها. اللحمة بره بتتباع ب 450 جنيه، فده شيء إيجابي عن المواطن.